السيرم ده تحفة جدا جدا لإطالة الشعر ولتكثيف الشعر، وكمان ملء وإنبات فراغات الشعر للناس اللي شعرها خفيف، وحتى الناس اللي شعرها خفيف بيزيد من سماكة وكثافة الشعراية. هتجربوه وهيعجبكم جدا جدا جدا، وهتلاحظوا النتيجة من أول 3 شهور. يلا بينا بسرعة نبدأ في طريقتي. يا مساء الورد، هدخل معاكم في الوصفة. أول حاجة طبعا هنجيب أي بولة عندنا، بقى كوباية فاضية اللي عندكم، وبعد كده هنجيب جل الصبار. طبعا هقول لكم كالعادة اللي هو الطبي، لأن الطبيعي بيتأكسد بعد 8 ساعات وهيفسد كل الوصفة. أوكي، فإحنا عايزين نعمل سيرم كده محترم للشعر ويطول معانا، فنستخدم الطبي. وعلى فكرة الناس اللي دايما بتسألني على ماركة جل الصبار اللي أنا بستخدمها، أنا بستخدم ماركة دكتور راشد، دي أنا بجيبها من أمازون. طبعا ده مش إعلان خالص خالص، بس ده لحبايبي اللي طبعا أنا مقدرش يعني أرفض لهم طلب، فأديني قلت لكم أهو. طيب أول حاجة ده كده البيز بتاعنا بتاع السيروم اللي إحنا هنعمله لشعرنا. أول حاجة هناخد منه قد إيه؟ هناخد بالظبط منه على حسب الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها، يعني مثلا انا هاخد منه 3 معالق كبار، ماشي؟ يعني اضربه في 2 المكونات مثلا، في كل مكون هحطه اضربه في 2 في 3 على حسب الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها. فانا خدت كده منه 3 معالق كبار، حلو؟ شايفين ده ايه؟ ده رز. اوكي، رز انا نقعه من بالليل في ميه، يعني مثلا تقريبا ربع كوبايه رز، حطيت عليهم حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه ميه لحد ما ينزل كل النشا اللي فيه. معلقه تانية، تالتة، وادي رابع معلقة. طيب هنقل. طبعا جل الصبار اللي بيكون مضروب، ودايما بقول الجملة دي، اللي بيحصل لما بتيجوا تعملوا منه اي كريم او اي سيرم للشعر او اي حاجة من اللي انا مثلا بقدمها لكم في الوصفات، اللي بيحصل بيفصل معاكم، حصل كتير جدا. ودايما بقول اغلب يعني الناس انه هاتوا جل صبار اصلي عشان ما يفصلش. بص هو في الاول بيفصل زي ما انتوا شايفين، بس دلوقتي هتشوفوا مش عايز افصل الكاميرا عشان في ناس مش مصدقاني على فكرة، يعني في ناس مش مصدقة انه بسبب ان جل الصبار مش اصلي. بس بصوا بقى، لا سحر ولا شعوذة، شايفين جمد معانا تاني وبقى زي الفل. انا هستخدم 2 زيت، ودايما بطلع اتكلم عنهم للناس اللي عايزه شعرها يتقل ويبقى كثيف، وكمان يبقى فيه يعني الشعرايه لو كانت خفيفه تلاقوها فجأة كأنها اتنفخت كده وتقلت، زائد انه بيساعد جدا جدا على تطويل الشعر وتحفيز فروة الراس، البصيلات اللي في فروة الراس. طيب دلوقتي ده أول نوع زيت معانا، ده هيكون زيت النعناع اللي هو الأصلي، الأصلي مش الزيوت أم 10 جنيه، عشان مش هتجيب أي نتيجة خالص ولا هتستفادوا من الوصفة. ده زيت النعناع. أنا هضيف منه قد إيه؟ هضيف منه على الكمية دي هضيف منه حوالي 15 قطرة. بس كده، كده 15 قطرة زيت نعناع. طيب تاني زيت، وده مهم جدا 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 لتكثيف وإطالة الشعر وكمان ملء فراغات. طيب ده هيكون زيت الروزماري اللي هو إكليل الجبل. ده هحط منه قد إيه؟ ده هحط منه 21 قطرة. واحد وعشرين. وهنعمل ايه تاني؟ هنقلب تاني اهو. طبعا 2 الزيت دول
يعني انتوا دلوقتي لو دخلتوا على الانترنت وقريتوا عن فوائد الروزماري اللي هو اكليل الجبل الزيت بتاعه بس الاصلي والنعناع، هتلاقوا ان هو بيعادل المانكسيديل اللي هو بينبت الشعر اصلا وبيملى الفراغات وبيطول الشعر، فهو ممتاز جدا جدا وحاجة طبيعية للناس اللي مش بتحب المواد اللي هي الكيميكال. طيب خلاص كده السيرم بتاعنا زي ما انتوا شايفين بقى تحفة جدا جدا جدا. بصوا كده كده ده القوام المناسب بتاعه اهو، شايفين؟ ركزوا كويس عشان تعملوا نفس القوام، تحطوا السيرم بتاعكم. انا شكلي بهزر صح؟ يعني ايه دي؟ دي ايه دي؟ شايفين الجمال؟ شايفين السيرم؟ شايفين القوام؟ انا هكمل تفضيته كده السيرم اهو. بصوا حاجة كده محترمة والله العظيم، هيعجبكم جدا جدا. ده بقى طريقة استخدامه ازاي؟ ده بيستخدم مرتين في اليوم. ده للناس اللي مش بتحب تستخدم اي تونر وتبل شعرها او بتتعب بسرعة او كده، يعني مثلا تقدروا تحطوه على فروة الراس بس، سواء في الاماكن الخفيفة او لو عايزين ان كل الشعر يتقل بتحطوه على اماكن، بتقسموا شعركم بتحطوه على اماكن الجذور اوكي او الحتت الخفيفة، وبعد كده مساج بتدلكوا فروة الراس اقل مدة 10 دقائق، مرة الصبح ومرة بالليل، وده مش بيتغسل على فكرة، وكمان مش بيسد مسامات فروة الراس لانه هو اوريدي خفيف جدا جدا على فروة الراس ومش تقيل. طيب دلوقتي قلنا ايه تاني؟ خلاص هو مرتين في اليوم، ده طبعا بتستخدموه لحد ما تديكوا نتائج حلوة اوكي. وبرضو عايز اقول لكم الشعر اللي بيطلع منه على فكرة مش بيقع تاني، بس لما شعركم يوصل للكثافة او المرحلة اللي انتوا عايزينها يفضل تستخدموه مثلا مرة كل 3 ايام، مرة كل 2 يومين، ان انتوا بس تثبتوا الكثافة بتاعت شعركم اوكي. وطبعا مع الاستمرار كل مرة هيبقى احسن واحسن. دي كده اول حاجة. تاني حاجة ده صلاحيته عادي شغال ومش هيفسد معاكم تمام، بس حطوه في التلاجة. الناس اللي هتقول مية الرز ممكن تعفن او الكلام ده، ما تخافوش، زيت النعناع وزيت الروزماري مادة حافظة طبيعيين وانتي بكتيريال اصلا، وكمان جل الصبار فيه مادة حافظة فيعني مش هيفسد، وبرضو احتفظوا بيه في التلاجة، كل ما يخلص جددوه. وايه تاني؟ خلاص كده ده كده كل المعلومات اللي انتوا المفروض عايزين تعرفوها. يا رب يكون السيرم عجبكم، وانا متأكد انه هيعجبكم، وعايز بقى ان انتوا تقولوا لي تجاربكم في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد حلقة جديدة وفكرة جديدة. وما تنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام والفيسبوك كلهم باسم كريمز ستوديو، وهشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير. سلام.